انه في ايجيبت برنامج بيعلمك ازاي تفكر بطريقه ابداعيه، بيعلمك ايه التكنولوجيز اللي موجوده، ازاي تجيب فكره وازاي تقدر تجيب افكار تحط فيها التكنولوجيا وتكون افكار مش عاديه، افكار ابداعيه. بيعلمك ازاي تكون التيم بتاعك وايه الخصائص بتاعه الليدر وازاي تبقى ليدر، ازاي تقدر تعمل بزنس موديل بتاعك، ازاي تقدر تفكر بطريقه رجال الاعمال ورواد الاعمال، وازاي تقدر تعمل بيتشنج للفكره بتاعتك على ارض الواقع. انا ما كانش عندي خالص اي تجربه او اي خلفيه عن الانتربرينورشيب، بس لما جيت هنا عرفت حاجات كتير جدا وعن الماركتنج وقد ايه ان المجال ده حلو جدا، وكمان روح التيم تبقى حاجه حلوه جدا لما بتدخل مع تيم ما تعرفهوش وفجاه تعرفوا بعض وتلاقوا نفسكم انسجمتوا مع بعض، دي بتبقى لحظه عظيمه جدا، وبالذات كمان لما تشتغلوا مع بعض وتلاقوا نفسكم بتطلعوا ريزلت، فالتجربه كانت حلوه جدا وانصح اي حد بيها. احلى حاجه عجبتني في البرنامج اللي هو بيبدا معاك من الصفر، انت مش عارف يعني، انت ممكن تكون سمعت الكلام ده قبل كده في اي حته تانية، بس انت جاي بتتعلم هنا من الصفر لغايه 100% انت هتبدا بيزنس بتاعك الخاص بيك. اتعلمت في 6 ايام دولت حاجات كتيره عن الانتربرونورشيب وعن الانوفيشن وعن برضو البيزنس وايه الفرق بين الليدرشيب والجروبس وان ازاي نتعامل في التيم معانا، ازاي نقنع الناس بفكرتنا، حاجات كتيره من دوت. برضو هنا المكان يعني بيساعدك باي حاجه انت كنت عايزها. انا بنصح كل شاب من طلبه الجامعه ايا كان تخصصاتهم المختلفه وخصوصا العلميه انه يجي يقدم في مركز رياده الاعمال او عن طريق السايت بتاعهم في كورس رياده الاعمال، لانه هيحول فكره تماما، هيحول الاتيتيود بتاعه لفكر رائد اعمال ناجح، ازاي يخدم مجتمعه ويخدم وطنه وازاي يحول افكاره لمشاريع ناجحه. بسرعه الحق نفسك وحاول تنتهز الفرصه وتسجل في البرنامج في دورته الجايه باذن الله. نامل في النهايه انه الطلبه فعلا يقدروا يستفيدوا بالمعلومات دي ويقدروا يستفيدوا بالفرص المتاحه واللي بتتيحها يعني وزاره الاتصالات باستمرار، ويعني احنا شايفين توجه رائع برضو من الدوله ان هي بتحاول توفر حتى التمويل اللازم في اتجاه رياده الاعمال ده، واحنا باستمرار بنحاول نعرف الشباب بالبرامج الجديده اللي الدوله بتنزلها باستمرار.